أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. ضيف هذه الحلقة الشيخ مصطفى البدري. أهلا وسهلا شيخ مصطفى. أخ مصطفى، أهلا بالإخوة الكرام. أهلا بك ونرحب بك في هذه الأحداث. طبعا أنت تتابع الأخبار وتتابع الأحداث، فنريد منك كلمة في مقدمة هذه الحلقة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبا يا رب العالمين. بادئ ذي بدء، نحن هنأنا ونهنئ المقاومة الإسلامية الباسلة على ما فعلته وما زالت تفعله بالعدو الصهيوني الغاشم، ونبارك لهم هذا العمل العظيم الذي سيسطر في التاريخ مثلما تسطر الحروب الكبيرة بين الدول والتحالفات. وفي ذات الوقت نعزي أهلنا وإخواننا والمقاومة على ما يصيب الأمة من جراح وآلام وما تبذله من تضحيات، فإن هذه الدماء الزكية الطاهرة لا تضيع عند الله عز وجل سدى أبدا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى قد أجرى سننا في هذا الكون، من هذه السنن سنة عظيمة ذات شأن كبير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والتاريخ الإسلامي منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، وهي سنة التدافع. سنة التدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فسنة التدافع أمر ثابت تاريخا، ثابت في النصوص الشرعية المقدسة، ثابت في الواقع الذي نحياه، وكما قلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يقاتل المسلمون المؤمنون الموحدون الدجال وحزبه، وتكون في ذلك الملاحم الكبيرة. نعم. وحتى يكون آخر الزمان ما يكون من يأجوج ومأجوج
ولا يقدر أهل الإسلام عليهم، والله عز وجل يوحي إلى نبيه ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام: إني قد أرسلت عبادا لي لا يدان لأحد على قتالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. هؤلاء الذين ظنوا أنهم قتلوا كل أهل الأرض ويريدون أن يقتلوا أهل السماء، فيرسلون السهام إلى السماء فيفتنهم الله عز وجل، ويرسل لهم هذه السهام ملطخة بالدماء، فيظنوا أنهم قد قتلوا أهل السماء في الوقت الذي يحتمي فيه عيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه في جبل الطور. ثم يقبض الله عز وجل روح هؤلاء بعدما يرسل عليهم النغف، وبعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن، التي تقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهذه السنة سنة ثابتة يا أخ مصطفى والإخوة الكرام، لابد أن يعلموا هذا، أننا مكلفون بأوامر ونواهي وتكاليف شرعية، ولسنا مكلفين بنتائج. هذه النتائج قدر من الله تبارك وتعالى، يفعل فيه وقت ما يشاء كيف ما يشاء، سبحانه لا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون. فالله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وعد المتقين بالنصر، وعد أهل الحق بالنصر، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، كما ذكرنا. وقال جل وعلا كما في سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فسنة التدافع داخل سنة الابتلاء الكبيرة التي من أجلها خلق الله عز وجل الدنيا وما عليها، وخلق هؤلاء البشر جميعا. قال سبحانه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليمتحنكم، ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن عبيد لله تبارك وتعالى، نكون في المكان الذي يأمرنا سبحانه أن نكون فيه أيا كانت عاقبة هذا المكان. الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقتال أهل مكة، والحديث القدسي الشريف حديث عياض بن حمار المجاشعي وهو في صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى له: أغزهم نغزك، وأرسل جيشا نرسل 10 أو 5 على ما أذكر، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله عز وجل الذي ينزل عليه الوحي يقول لله تبارك وتعالى: إذن يا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، يقسم رأسي نصفين لا أقدر عليهم. فالله عز وجل يقول له: افعل ما تؤمر ولا علاقة لك بالنتيجة، لا شأن لك بما سيحدث بعد ما تأخذ بالأسباب التي كلفت بها. وقبل ذلك قال الله عز وجل لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج، في الناس، في كل الناس، يا ربي كيف أوصل صوتي إلى كل الناس؟ هذه ليست وظيفتك، وظيفتك أن تؤذن. الجواب: يأتوك رجالا. الله عز وجل هو المتكفل بهذا. أقول إن المجاهدين يأخذون بالأسباب ويسعون بمقتضى ما بين أيديهم من معلومات وما تيسر لهم من إمكانات، ثم بعد ذلك ربك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فنحن هنا عبيد لربنا تبارك وتعالى، ننفذ أمره
ونستجيب لشرعه، وفي نفس الوقت نتعامل مع قدره تعامل المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا ما أريد أن أقدم به يا أخ مصطفى، وأنت جزاك الله خيرا، بدأت بالآيات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في كل حال. نعم، إن كنتم في كل حال وأنتم الأعلون، لكن إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. المطلوب منكم فقط أن تؤمنوا بوعد الله تبارك وتعالى، وتصدقوا وتسلموا وتنفذوا التكاليف والأوامر التي يقتضيها هذا الإيمان. نعم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والله الذي ينشره إخواننا المجاهدون من عمليات ومن إصابات وإثخان شديد في العدو، إني لأتعجب من صبرهم وثباتهم وجأشهم وقدرتهم على تصوير هذه الأحداث. نعم، يعني هو في موضع أصلا لا يسمح، يعني موضع رهيب. نعم نعم، بعض الناس عاوزين صور زيادة، بيقول لك وليه ما كملش يا ابن الحلال، ده كويس إنه هو أصلا صور، يعني هذا شيء أصلا صار. يعني كونه يستطيع أن يلتقط هذه التصوير ويرسل لك، ليس عنده أقمار صناعية وليس عنده طائرات مسيرة مزودة بأحدث الكاميرات، وليس عنده هذه الإمكانات التي تراها عند العدو، الكاشفات الليلية والتي يرون بها في الظلام، هذا ليس موجودا عنده. الرجل يخرج حافيا، الرجل يخرج حافيا، أو يلبس شبشب، يعني يلبس بيجامة، يلبس الترنج، لا يلبس حتى لأمة الحرب أو الدرع الذي يقيه. نعم. يعني هذه إمكاناته وهذه قدراته، فكونه أصلا يستطيع أن يصور ويرسل لك بعض ما يقوم به، هذا والله الذي يصلنا قليل قليل جدا مما يصيب العدو. ونحن نرى كل يوم الأخبار تتسرب رغما عنهم، هم لا يريدون لهذه الأخبار أن تظهر. نعم. وما يحدث في داخلهم من إصابات نفسية ومن إصابات جسدية ومن خوف وخور وهروب من المعركة، الله عز وجل قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر مرتكز عندنا، ليست الدنيا دولة واحدة، الدنيا دول ترفع أقواما وتضع آخرين، ونحن على يقين من أن هذه المقاومة قد رفعت بفضل الله تبارك وتعالى، وليصيبها بعد ذلك ما يصيبها. هم عملوا ما عليهم، أدوا ما عليهم. نعم. يعني نحن كمؤمنين لابد أن نراجع مسألة الإيمان بالقدر، لأنها يعني شريان الحياة بالنسبة لنا، مع هذه الآلام وهذه المصائب وهذه الجراح التي تصيبنا، شريان الحياة بالنسبة لنا هو الإيمان بالقدر. عندما حدث الزلزال الذي حدث في تركيا وشمال سوريا، وبعدها الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، وعشرات الآلاف قد لقوا ربهم تبارك وتعالى في ليبيا، أكثر، قلنا الحمد لله، ضعف العدد الذي قتل في غزة الآن ضعفهم في ليبيا وقع، وكذلك في تركيا والمغرب آلاف، عشرات الآلاف. يعني قلنا الحمد لله، قدرنا ما شاء فعل، علينا أن نداوم الحياة. يعني هذا ما يحدث في غزة، هؤلاء نحسبهم شهداء. نعم. والله عز وجل قد اختارهم واصطفاهم من بيننا، والحمد لله رب العالمين. لا يحدث فينا أي شيء إلا وفي مقابله يحدث إثخان شديد في العدو. العدو، نعم، العدو الآن يعاني ما لم يعانيه في كل الحروب السابقة. نعم. التي خاضها. نعم. خاض حروبا ضد دول لم يتعرض لهذه الهزة، لم يتعرض لهذه الخسائر. نعم. التي يتعرض لها الآن، سواء على المستوى العسكري أو المستوى المدني كما يزعم ويسمي. نعم. إذن لا يوجد مشكلة بين الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك أيضا
الإنسان عليه أن يوطن نفسه أول شيء على التفاؤل، ده رقم واحد، وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر. في مساحة لمدة دقيقة ولا دقيقتين حضرتك تفتح التقرير اللي بعته لك، طيب، اللي هو طوفان تقرير عن مركز الدراسات. طيب، معي الآن أمامي على الشاشة طوفان الأقصى، المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، تكامل مصر. طبعا التقرير كبير، بس أنا عايز من أول عنوان كده هتلاقيه خسائر الجانب الإسرائيلي أو خسائر الكيان الصهيوني. خسائر جيش الاحتلال، وقد قدرت الخسائر البشرية لجيش الاحتلال منذ بدأ طوفان الأقصى وحتى وقف إطلاق النار ب2190 عسكري ما بين جندي وضابط وقائد من قادة جيش الاحتلال. أما الخسائر في المعدات فقدرت بسبع كتائب دبابات وناقلات جند وآليات عسكرية كانت قد دمرت بالكامل أو أعطبت وخرجت من الخدمة، ويضاف إلى ذلك الخسائر الأكبر أهمية من الجنود والمعدات، وهي الوثائق الاستخباراتية التي استولت عليها حماس من ثلاث مراكز للمخابرات العسكرية في غلاف غزة، وهذا كله بخلاف وفتحوها في 7 أكتوبر، كان في 3 مراكز استخباراتية لقوا فيها هذه الوثائق، طبعا تدين عدد من حكام العرب لشعر رأسهم يعني. نعم، وهذا كله بخلاف سقوط الأسطورة التي روجها الكيان الصهيوني عن نفسه بأنه لديه الجيش الذي لا يقهر، وذلك بعد أن انهار هذا الجيش المسلح بأحدث أنواع التكنولوجيا والأسلحة في العالم ككومة تراب أمام جماعة تحررية صغيرة ومحاصرة منذ ما يقارب من 18 عاما. خسائر الإخوة بقى يقرأوا بقية التقرير. نعم، هو تقرير مفيد جدا يعني. التقرير بعنوان طوفان الأقصى مسار الأحداث والمفاوضات وتبادل الأسرى تقدير موقف، هذا على جريدة الأمة، لأنه طبعا في عناوين كثيرة، طوفان الأقصى مسار الأحداث، ستجدون مراكز أبحاث كثيرة، ولكن هو بعنوان هذا العنوان بقلم مصطفى خضري. مصطفى خضري، نعم. نعم، جزاك الله خيرا شيخ مصطفى وبارك الله فيكم. يبارك فيك. طيب، على كل حال شيخ مصطفى احنا طولنا عليك، ربنا يجزيك الخير، ولو عندك كلمة نختم بها، ويعني ان شاء الله نسعد بمثل هذه اللقاءات مجددا في الفترة القادمة، لو عندك شيء شيخ مصطفى في الختام. مصطفى، انا عايز اقول ان انا ليا لقاء ثابت اسبوعي مع الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، يعني فكنت من كام أسبوع بقول له لو نشرح كتاب معين أو نتكلم مثلا عن مسألة الأسرى أو الهدنة وبعض الأمور الفقهية، قال لي لا يا أخ مصطفى، لا يجوز في الوقت اللي احنا فيه ده إن احنا ننشغل بغير القضية العامة ونشغل المسلمين بها. يعني حتى انا بقول له مساله الهدنه والأسرى والاحكام والاراء الفقهيه، قال لي لا، ده احنا كده هنخش في جانب من التنظير واحنا ما عندناش رفاهيه لذلك، لازم يكون كلامنا كله دعما لاخواننا، لازم على قد ما نقدر نبذل في هذا الطريق. اسال الله عز وجل ان يطيل عمره وان يحسن عمله وان ينفع المسلمين بعلمه. يعني طبعا اكثر المتابعين لنا عارفين من هو الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله. فلذلك انا اقول للاخوه، يا اخوه بارك الله فيكم، طول التفكير في هذا الموضوع ينتج افكار مبدعه، ينتج افكار مؤثره، ينتج افكار فيها نصره للامه، والحرب بيننا وبين أهل الباطل مش هي معركة الطوفان اللي خلاص بعدها انتهت المعارك، لا. فإذا كان الأمر كذلك فأنت تستغل الوضع الحالي عشان طول النفس في هذه المعركة. المعركة قلنا بين الحق والباطل مستمر، ربما بالمناسبة تكون دي إرهاصات لقيام الساعة، ربما، لكن محدش عارف بين الإرهاصات وبين الملاحم وبين العلامات الكبرى قد إيه. من النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني الفرق بينه وبين الساعة كما بين أصبع السبابة وأصبع الوسطى، يعني شوفوا المسافة
قصيرة قد إيه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: عليه الصلاة اعدد والسلام. بين يدي الساعة ستا، أول حاجة موتي، موته عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز أقول إن في الجملة الساعة قريب، نعم، الملاحم والأحداث اللي قبل قيام الساعة قريبة، نعم، لكن بلاش نجزم ونقطع إن اللي بيحصل ده هو من العلامات الكبرى اللي ممكن يطلع كلامنا غير صحيح بعدها، فبعض ينتكس ضعاف الناس. الإيمان يقول لك الإسلام يكذب ويرمي التهمة لا على أصل الدين. وبعض فيجي المسلمين ينتكسون ويقول لك وين النصر، كنتوا تبشرونه وهذه الأحداث وبداية الملاحم وكذا، فيرى مثلا لا قدر الله لا سمح الله هزيمة أو شيء، وإن شاء الله لن يحدث ذلك في غزة ولا هنا، فيحصل عنده صدمة. أنا بس عايز أرجع لأصل الفكرة، إن المعركة الحالية حتى لو كانت هي المعركة المذكورة في علامات الساعة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينتصر المسلمون ويختبئ اليهود خلف الحجر والشجر وينادي الحجر والشجر على المسلمين: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. حتى لو كانت هذه المعركة، فلا بد أن نربط بها حديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني أنا لا أتكل ولا أتكئ، لا، علي واجب ولازم إن أنا أعمله. وأنا بقول حتى لو كانت هي المعركة دي، فالمعركة طويلة، لسه ما وصلناش للمرحلة التي ينطق فيها الحجر والشجر. طيب عشان أوصل للمرحلة دي، يبقى أنا الدور اللي عليا لازم أديه، لازم يبقى في تتابع أجيال، لازم يبقى في تلاحم في حمل الراية. حمل الراية زيد فأصيب، فحملها جعفر فأصيب، فحملها عبد الله بن رواحة فأصيب، فحملها سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يعني الجولات دي يا أخوانا لازم تخلينا لما نتحمس ونتحفز ونسخن، ما تبقاش العملية مجرد عاطفة، لا، ينبني عليها عمل. العمل ده سواء قدرت أشارك في المعركة دي النهاردة، أو شاركت في المعركة بتاع بكرة، أو شاركت في المعركة بتاع بعد بكرة، فأكون أنا عملت اللي عليا وماشي في الطريق الصحيح. ودائما ما أقول للشباب هذا: عندما تبدأون طريقا من طرق نصرة الدين فأتموه، فأتموه، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لما تتشبث بحاجة كمل فيها للنهاية لحد ما تحس إن أنت سددت ثغرا من الثغور الموجودة في الأمة الإسلامية، وبهذا تلقى الله عز وجل وهو عنك راض حتى لو لم تكن قد وصلت، نعم. حتى إذا لقيت ربك تبارك وتعالى في الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى في الله سبيل الله ورسول. ثم يدرك ما؟ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله حتى لو لم يصل. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه يعني الصلاة كما في والسلام. حديث سمرة بن أبي الفاكه قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام وقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له في طريق الهجرة وقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد له في طريق الجهاد وقال: تجاهد، والجهاد جهد النفس، والجهاد جهد النفس، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة وتسبى الذرية، فعصاه فجاهد. نسيت في الهجرة وهو بيقول له إيه: إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، وهو بيقول له: تهاجر وتضع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الفرس اللي هو مربوط في وتد كده، مهما راح هو إيه بيلف حواليه، مش قادر إن هو يخرج من الدايرة اللي هو فيها. وكذلك أمر الجهاد، فالشيطان قاعد لك في الطريق وبيقول لك: أنت رايح فين؟ ده أنت رايح له ده إيه؟ ويلات، ما بعدها ويلات. فعصاه فهاجر، فعصاه فجاهد، قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إن قتل في سبيل الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وكسته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني سواء قتل في المعركة بيد العدو، أو سواء مات في الطريق زي ما أي حد بيموت،
كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك الصلاة على نبينا والسلام. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخ مصطفى، وشكرا للمشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.